كاتلان، ألا تريد أن تسمع عن الهدية الرائعة التي اشتريتها لعيد ميلاد أمي؟ ماذا؟ هدية لعيد ميلاد أمي؟ نعم، إنها رائعة. أنا أتوق فعلاً لرؤية تعابير وجه أمي حين تفتح الهدية في الغد. ماذا؟ غداً؟ نعم، غداً. سوف تحب كثيراً هذه الهدية. رأيتها تنظر إليها الشهر الماضي في المركز التجاري وفكرت أنها ستكون هدية ممتازة. ما رأيك كسلان؟ لا، عيد ميلاد أمي غداً ونسيت أن أشتري لها شيئاً. أخبرني ماذا اشتريت؟ لا، لن أقول لك الآن، قد تسرق الفكرة. يمكنك أن تراها في الغد عندما أقدمها لأمي في عيد ميلادها. لا أطيق انتظاراً حتى أرى الدببة. إنها تلك الحيوانات الأقوى بمخالبها الضخمة التي يمكن أن تقطعك إلى نصفين. غير صحيح. بل بإمكانها ذلك. لا، الكل يعرف أن الحيوان الأخطر هو طبعاً الفيل. قلت الفيل؟ إنه ليس خطيراً على الإطلاق. إنه خطير إن جلس فوقك، عندها سوف يسحقك بالطبع. صدقاني، لقد شاهدناه سوياً على النت، أليس كذلك كسلان؟ كسلان؟ يا كسلان، ما بالك اليوم؟ ألست متحمساً لحديقة الحيوانات؟ نعم، أنا فقط إنه عيد ميلاد أمي غداً ونسيت أن أشتري لها هدية. إذن اذهب واشتري لها شيئاً اليوم. نعم، لكني لا أعرف ماذا أشتري لها. ما رأيك أن تقدم لها لعبة زومبي نينجا 3؟ لا، أمي لا تحب الألعاب أبداً. لقد وجدتها. ما رأيك كسلان بأن تشتري لها برجر الجبنة الجديدة؟ لن أشتري لأمي برجر بالجبنة لعيد ميلادها. لكنها ليست مجرد برجر بالجبنة، إنها لذيذة جداً. ولكن وليد، يجب أن تكون الهدية شيئاً مميزاً يظهر لها مدى حبي وتقديري. إذن لدي فكرة، ابتع لها الوجبة المميزة من برجر بالجبنة، ما رأيك؟ إن أكثر حيواناتنا تم إنقاذها من الصيادين غير الشرعيين، وهم أشخاص يأخذون الحيوانات من البرية ثم يبيعونها كحيوانات منزلية. الحيوانات تعيش بسعادة أكبر في البرية، ولهذا نعيد صحتها هنا قبل أن نعيد إفلاتها في بيئتها الأصلية. والآن، من منكم يريد أن يرى أسد الغابة؟ من منكم يحب الأسود؟ انظر إليه. أمي تحب الأسود، وجدتها. ما هي يا كسلان؟ لقد وجدت الهدية المميزة لعيد ميلاد أمي. سأحضر لأمي أسدا خاصا بها. هل تحلم يا كسلان أم ماذا؟ ألم تسمع ما قاله الحارس الآن؟ إن الحيوانات تعيش سعيدة أكثر في البرية وليس في المنزل. سيكون بخير، أمي سوف تعتني به جيدا. مفاتيح القفص. خالد، أنت ستلهي الحارس فيما أحصل على المفاتيح. ساعدني، ساعدني أرجوك. الفيل جلس فوق شخص هناك وهو لا يستطيع أن يتنفس حتى. في ذلك الاتجاه. ماذا؟ تعال دلني. لقد نجحت الخطة. يا صغيري، ستأتي معي إلى البيت وتجعل من أمي أسعد أم على الإطلاق. أين ذهب الأسد؟ أين أنت يا هري؟ يا هري يا الصغير، أين أنت؟ أنت هنا. آه.
هناك من لم ينظف أسنانه اليوم. اسمع الآن يا هري الصغير، أريدك أن تدخل إلى هنا. نعم يا هري الصغير، أدخل إلى الحقيبة. يا للهري الطيب، أمي ستتفاجأ كثيرا عندما ترى هديتها. يا لها من هدية رائعة. حسنا، مهما كان اذهب والعب في مكان آخر. حاضر أبي. أنا تعب جدا وأحتاج إلى القيلولة. قيلولة؟ ماذا الآن؟ نعم الآن. كسلان اذهب بني. ألا تفضل أخذ قيلولتك في الخارج؟ ولكن الحر شديد. نعم أبي، جواب مقنع. ماذا عن سلة الهرة؟ هل جننت؟ لن تسعني السلة. والآن تحرك من هنا. ولكن أبي. بني كسلان، هناك أسد في غرفة النوم. أبي الآن أفسدت المفاجأة. المفاجأة؟ إنها مفاجأة لعيد ميلاد أمي. هل تحاول قتلنا؟ كسلان، ما الذي فعلته؟ ولكن من أين أحضرت هذا الأسد؟ من حديقة الحيوان. من حديقة الحيوانات؟ يجب أن يعود فورا. أردت إحضار هدية مميزة جدا لأمي. الأسود خطيرة يا بني، وليست حيوانات أليفة. ألو، حديقة الحيوانات، أنقذونا. أرجوك يا بني، أعطني هذه العصا. بسبوس، أنت هنا؟ كنت أبحث عنك في كل مكان. أتمنى لك عيدا سعيدا أمي. شكرا عزيزي. وما هذا؟ هدية لي؟ جوارب وردية، هذا ما تمنيت الحصول عليه. كسلان، افرح، إنه عيد ميلاد أمك. أنا آسف أمي، لم أحضر لك أي شيء، حسبت أن الأسد أفضل هدية. قلت أفضل هدية؟ الأسد كاد أن يقتلنا. لا بأس يا كسلان، المهم فعلا أن نفكر، وسوف يبقى أسدي أينما عاش. نعم، لكني أردته أفضل هدية لعيد ميلادك. لنزور الأسد اليوم ويكون هذا هديتي. أحقا؟ هذه فكرة ممتازة. إن الأسد كسلان مثلك تماما يا كسلان. انظر يا كسلان، ألا يبدو سعيدا؟ نعم أظن هذا. أعتقد أنه بأفضل حال، ألا تظن؟ وقريبا سيعيدونه إلى بيئته، إلى البرية. نعم، ولكن أنا لم أحضر لك شيئا بعد. لكنك فعلت يا كسلان، أمضيت وقتا ممتعا مع عائلتي، الأشخاص الأهم عندي. شكرا لك بني. أحقا؟ حقا، هذه أفضل هدية لي على الإطلاق.
عيد ميلاد سعيد أمي.